اليوم عندنا زيارة لإقليم ورزازات للوقوف على تقدم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية على صعيد ديال الإقليم. البرنامج ديال البرامج والمشاريع ديال استراتيجية الجيل الأخضر كتكلف واحد الميزانية ديال مليار ديال الدرهم في صعيد ديال الإقليم، وفيها مشاريع اللي كتهم أولا فك العزلة عبر يعني إنشاء مسالك طرقية فك العزلة على ضيعات الفلاحية، وشفنا يعني ورش جد مهم في هذا النطاق، ومشاريع ديال تنمية الأغنام وسلاسل يعني الإنتاج الحيواني، وخصوصا تثمين الصوف ديال هذه المنطقة اللي معروفة بالجودة ديالها واللي كتعطي لنا زرابي يعني بجودة عالية واللي معروفة بها المنطقة. فكاين برنامج لتوسيع القطيع يعني الرفع من الإنتاج، وكذلك تثمين دياله عبر إنشاء وحدات اللي غادي يكونوا عندنا هنايا، وخلق يعني الشغل التعاونيات الخدماتية باش تحسن يعني وتدير تحديث ديال هذه العمليات. وكاين هناك يعني واحد المعمل في إطار يعني الإنشاء في المدينة ديال ورزازات اللي غادي يستغل واللي غادي يصنع يستعمل هذا الصوف يعني للتصنيع الزرابي. عندنا كذلك الجانب مهم جدا فيما يخص تنمية سلسلة التفاح في المنطقة وخصوصا في المناطق الجبلية، والبرنامج كيهم مشاريع أفقية واللي كتدعم يعني زيادة في المساحات نتاع التفاح، التحسين يعني الإنتاج عبر التقنيات يعني فلاحية، وكذلك التثمين ديالو واللي غادي يعتمد على وحدات ديال التثمين، لا ديال التخزين ولا ديال التثمين، اللي غادي تنشأ في إطار ديال الجيل الأخضر، ومشاريع المواكبة نتاع الشباب لأجل جلب الشباب للاستثمار في القطاع الفلاحي في هذه المنطقة، وكذلك دعم التعاونيات النسوية والعمل النسوي في المنطقة بتكوين وكذلك تسليم معدات لهذه التعاونيات والجمعيات.